لكن أصدقائنا المشاهدين يلي عم بيتابعونا من جدد تحياتنا لكم أصدقائنا. حان الموعد مع ماكف غالي وتوقعات ماكف غالي. أي شخص منكم وين ما كان عم بيتابعنا من لبنان ومن خارج لبنان في يتصل بعد شوي الرقم بيمرق قدامكم على الشاشة، لا تتواصلوا مع ماك، يسمع صوتكم ويتوقع لكم، وإذا في يمكن أي أمر عم تشغلوا بالكم تجاهه مايك ببدل لكم هالأمور وبيعطيكم يمكن آمال جديدة. شو يا مايك؟ دائما نحن هدفنا نعطي آمال جديدة ولا نحكي الواقع مثل ما هي؟ صباح الخير. صباح النور. لكن مرات بنريحهم من القلق اللي عندهم، يا مرات بزيد القلق حسب كل انسان، انه ما فينا نفبرك لهم حكي مش موجود لإلهم. شو الاناقه اليوم؟ كمان بدي اشكر ميزون ميخائيل دائما اللي عم بلبسني. مايك، من شهر، من حوالي الشهر سمعنا توقعات وتوقعات. اليوم شو في شيء جديد بالنسبة لهالتوقعات على الصعيد اللبناني؟ وأنا دائما بحب أشوف النص الملين من الكباية، يعني حكينا بفترة معينة أو حضرتك حكيت عن لبنان، سويسرا الشرق بده يرجع مثل ما كانوا أحسن، الكل بده يرجع. ها ورجعنا لهم إنه حكينا عن عودة لبنان بانتخاب العماد عون. رجع لبنان، شفنا الشعب كيف كله سوى هدف، الشعب قرر. وبالنسبة للانتخابات كمان الشعب سوف يقرر. يعني في انتخابات رح تصير؟ مش بموعدها، بتتأجل مرحلة تقنية ولكن اتفاق على قانون قريب. قد ايه المرحلة اللي بدها تتأجل فيها الانتخابات؟ المفروض انه بين 6 شهور و9 شهور، بس الأكثرية 6 شهور وما دون. رح نبدا مايك منا، رح ننطر كثير أصدقائنا المشاهدين بتلقي الاتصالات. اتصال أول، ألو. صباح الخير. سحر، صباح النور، يا هلا. فيني أحكي مايك؟ ايه، مين معنا؟ رولا. رولا تفضلي يا رولا. صباح مايك. صباح الخير. بدي اسالك اول شيء عن وضع بيتنا، مكركب شوي وفي عندي بنتين وصبيين، انه شو الوضع المادي ووضعهم العاطفي، وجوزي قاعد بلا شغل، يعني شو اللي بده يصير؟ هيك مكركب الوضع شوي. هلا تكركب بقلب البيت، انه نشكر الله مش بين بعضكم، ولكن الظروف المعيشيه هي اللي تحكمت بامور. الأمور تتحسن تدريجيا، مفروض بشهر 7 أحد أفراد العائلة بكون عم بينقل من عمل إلى عمل، أو بصير في عنده عمل إضافي، بتبلشوا شوي صغيرة ترتاحوا. صحيا ما في خطر على أي فرد من العائلة، ولكن في خبر سفر لأحد أفراد العائلة للأبناء بتم على خير وسلامة بين شهر 9 وشهر 10. شكرا لاتصالك، وان شاء الله كل شيء يتم على خير وسلامه. وطبعا نحن اصدقائنا متابعين اتصالاتكم من لبنان ومن خارج لبنان. اذا بتحبوا تحكوا مباشره مع مايك موجود معنا باستديوهات يوم جديد، رقمنا بعد شوي بتشوفوه على الشاشه، لا تتواصلوا مع مايك وتطرحوا عليه اي سؤال فيما يخص حياتكم، فيما يخص عائلتكم، عملكم، اي سؤال هيك بيشغل البال. مايك، المزاج قد ايه بيلعب دوره بالتوقعات؟ يعني بمعنى لما المتوقع بيكون مرتاح توقعاته بتجري مرتاحه بعض الشيء، لما بيكون معصب بيقدر يتوقع، كيف الامور بتصير؟ لا لا ابدا، انه المزاج او طريقه التفكير ما لازم تتحكم باللي بده يقدم عليه الشخص. يعني اذا انا معصب ما بقدر اجي اتوقع لك اشياء عصبك معي. بالعكس، يعني لازم يكون في عندي شخصية أنا وقاعد هون مع حضرتكم، وشخصية تانية بقلب بيتي التعصيب بس أظهر من هالبيتي خلص ما في شيء. يعني التعصيب لازم حله أنا بيني وبين نفسي، لأ إذا ظهرته معي هون صار بدي طبيب نفسي تيظهرني من هاي الحالة كلها سوا. بتعصب كتير مايك بحياتك؟ ما بعرف أعصب، يا ريت بعرف أعصب. ما بتعرف تعصب؟ خي شو حلو، يعني كل الحياة سلام ووئام وما في تعصيب؟ بتصير هاي مع حدا، انه ما حدا بيعصب؟ اذا كان هنالك من حل فما من داع للتعصيب. وان لم يكن هنالك من حل فلا ينفع التعصيب. حلو، اذا الامور محلوله ليش بدي اعصب ما دام بقدر حلها؟ واذا ما لها حلول تعصيبي رح يروح بلا نفع. حكينا مره انا وياك عن الاحجار، وصار في تساؤلات حول هالحلقه، قد ايه فعلا الاحجار بتاثر بحياه الشخص؟ وقد ايه لازم الواحد ياخذها؟ انا عم بسالك، مش عم بقول، عم باكد انه لازم الواحد ياخذها، انا عم بسالك، لازم فعلا الواحد ياخذ هالامر بعين الاعتبار؟ ياخذه بعين الاعتبار اكيد، ولكن يتملك حجر لا، منه مش مضطر. يعني في ناس منه انه
كيف تروحي تشتري خاتم في ألماس؟ فيكي تشتري خاتم في بقلبه تورمالين مش ألماس، اثنيناتهم أحجار. بس هذا الحجر إذا بدك تجيب الشيء البقلك ويجلس لك الأورا تبعيتك في نوع من الأحجار، بس منه الإنسان منه ملزم إنه يحمله. ما في شيء إجبار، إذا ما حملته ما بيمشي حالك لا. طيب شو الرابط بين الأحجار والتوقعات؟ وكأنه أوقات بتخلينا نفهم إنه في رابط بين التوقعات وبين الأحجار، هل هناك من رابط؟ لا أبداً. نهائياً ما في رابط بيناتهم، لأن هون عم نحكي مع شخص من خلال صوته عم نعرف شو اللي في أمل يصير معه. الحجر حجر طاقة، يعني إذا عندك أوجاع بالظهر فيك تستعملي حجر المرجان. بريح لك العضلات تبع جسمك كلها سوا، تخف الأوجاع. عندك الصداع فيك تلبسي حجر الياقوت الخام. يعني كل حجر وله وظيفة بالحياة، مش إنه لا هيدا الحجر لازم يكون هيك. وبتقتنيه ببيتك بساكك ولا مفروض تلبسه؟ يعني مفروض يكون خاتم، مفروض يكون سنسال، مفروض الأفضل إنه تعملي شيء، يا خاتم يا سنسال يا أسوارة. ولكن مش غلط إذا الحجر ما بتحبي وهذا حجر بينفعك تحطيه بجزدانك. يعني كيف ما حطيتي إيدك بجزدان بده يدق بإيدك، بضل عم بيعطيك الطاقة. بس برجع بقول منه شيء إلزامي للعالم إنه الواحد يتدين تيشتري حجر أو يعمل شيء تيشتري حجر، لا. هي أشياء من كماليات الحياة، منها أشياء ضروريات. في بإيدك خاتم وفي حجر؟ الحجر هذا حجر الزبرجد. الزبرجد؟ نعم. شو بيعمل هذا الحجر؟ بشل شوية أوجاع، خفف عني أوجاع. لكن بتنصحوا لأصدقائنا المشاهدين؟ ما هو بدك تشوفي كل إنسان شو الحجر تبعه له. مزبوط. ما فيك هيك إنه حجر إنه مثل مثلا أنت عندك وجع راس أخذت هذا الدواء توصفيه للعالم كله سوا. كل حدا عنده كاف. كل إنسان في حسب جسمه شو بياخد، حسب أرقامه شو بتاخد. عنا اتصال. ألو. صباح الخير صحة. صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله كتر خير الله. مين معنا؟ أسيل. ممكن أحكي معك؟ أسيل، كيفك يا أسيل؟ تمام الحمد لله، الله يسعدك. أهلا وسهلا فيك، تفضلي. أنت مع مايك. كيف حالك مايك؟ صباح الخير. شو أخبارك؟ صباح الورد. نشكر الرب. أستاذ مايك، أنا حكيت لك لازم يرجع للأولاد وأطوله، فما رجعنا. بس إذا بتعلي لي صوتك شوي صغيرة ومن بعد شوي صغيرة الأباري عن ال من شهر ثلاث حكيت لي بدهم يرجعوا لنا الأولاد. نعم. ولسه ما رجعوا. العودة جاية والاعتذار موجود. قبل رمضان. خليكي معي. العودة آتية والاعتذار من حضرتك موجود، وأمورك على أحسن مما يرام سوف تكون. فقط لازم تتحلي بالصبر وبالإيمان والصلاة. ما في أي شيء، بس اللي عندك هي أنه أنت تكوني صبورة شوي صغيرة وتتحلي بالإيمان، يكون عندك إيمان أنه الراجعين لعندك، وبنفس الوقت عندك إيمان أنه حتنعرف الحقيقة كلها ويوصلك الاعتذار. وهذه الأمور قريبة جداً، بس عرفي كيف تفكري بطريقة إيجابية. شكراً أسير لاتصالك. طبعاً نحن بانتظار اتصالكم أصدقائنا المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا، من لبنان ومن خارج لبنان. رقمنا هو 01491702. نحن جاهزين لتلقي كل اتصالاتكم، خاصة إذا بتحبوا تحكوا مع مايك ليسمع صوتكم ويتوقع لكم. بتسمي الأمور أوقات بأسماء بتضطر، يعني بتضطر تقول الأمور مثل ما هي حتى لو كنت على الهواء؟ طبيعي، بس مرات كتير أتحاشى الموضوع. بس بضل يمرق شيء معي إنه الأمور بأسمائها، عشان هيك بجي قبل بساعتين على الحلقة تكون هيك فوت بمود الحلقة. يعني بتعرف الهواء له احترامه وكتير حذر، بس كون عم بحكي مع شيء أو عن موضوع معين كتير حذر بهذه الأمور. عنا محمد ناطر معنا على الهواء. محمد. وي بونجور. كيفك محمد؟ سبا. اهلا وسهلا فيك، تفضل. صباح الخير محمد. خير مسيو مايك. يا اهلا حبيبي، تفضل. بدك تخفف صوت التي في لو سمحت، تسمعنا من اباري التليفون لان عم تعمل رتور على الهواء. وي سبا مسيو مايك، بس بدي اسالك عن حياتي العاطفيه، حياتي المستقبليه المهنيه. حياتك المهنيه مفروض من هون لاربع اشهر
تبلش العالم تحسدك على الشيء اللي انت فيه، بس بعد في عندك بدك تصبر 4 أشهر الامور تبلش تتصلح معك وتوصل للشيء اللي حضرتك عم تحلم فيه. هلا حياتك العاطفية التاريخ ما بيعيد نفسه، يعني الماضي لن يعود، صفحة جديدة بدها تنفتح. إذا بتعرف تسامح كثير منيح، بدك تسامح وتفتح صفحة جديدة، ترجع تتابع المسيرة. أمورك جيدة جدا، ما في حدا جديد رح يقدر يفوت على حياتك. الماضي المشاكل ما بتعود ولكن الأشخاص يعودون، بدك تعرف كيف بدك تسامح بأي طريقة. عندك سفرة مفروض تكون مقررة، هذه السفرة بين شهر 10 وشهر 11 هي بداية سفراتك لعام 2018. شكرا محمد لاتصالك، ان شاء الله كل شيء تم على خير وسلامة، ونحن بعدنا متابعين مع مايك فخالي مباشرة من يوم جديد. إذا بتحبوا تحكونا فيكم تتصلوا على الرقم يلي عم بيطلع قدامكم ليسمع صوتكم مايك ويتوقع لكم. ومباشرة بننتقل إلى عمر من السعودية. عمر مرحبا. أهلا، كيفك عمر؟ الحمد لله، شو اخباركم؟ كثر خير الله، تفضل عمر. ممكن احكي مع مسيا ماي؟ اكيد تفضل. يا صباح الخير ماي. صباح النور. كيفك؟ نشكر الرب. ممكن اعرف انا عن صحتي وعن مستقبلي؟ وعندي مشروع براسي ما بعرف اذا فيني اعمله، فيني يمشي معي على خير ولا لا. اول شيء من ناحيه الصحه اتمنى عليك تتبع حميه غذائيه باسرع وقت ممكن، لان اذا مش عامل فحوصات دم، اذا بتعمل فحوصات دم عندك شحم او دهن بالدم، اتمنى عليك تراجع طبيب مختص وتمشي على حميه غذائيه. امورك جيده، ما في اي نوع من الخطر عليك. بالنسبه لمشروعك صار لك فتره عم بتاجل فيه، اتمنى عليك انه تقدم عليه، تقدم على الخطوه بين شهر 7 وشهر 8، هدول الاشهر مؤاتيه لانشاء مشاريع جديده وسوف تكون ناجحه. شكرا عمر لاتصالك. دائما مايك بيتصلوا فيك من لبنان ومن خارج لبنان، لان كمان اللي بخارج لبنان اللي هن من اصل لبناني او مش من اصل لبناني كمان بهمهم يعرفوا شو التوقعات. هل بتختلط احيانا عليك الاصوات ولا الصوت اللي بتحكي معه بتعرف مين؟ ضلني اعرفه من ولو بعد 4 سنين ضلني اعرفه. اف انت اذا قريت كتاب هل ممكن تنسي مضمونه؟ اكيد لا، بس هو عدد كثير كبير من الاصوات عم بيحكوه. كل انسان هو كتاب بالنسبه لي. تعتمد على نبرة الصوت، على طبيعي. طريقة الحديث؟ لا لا، مش طريقة الحديث، على نبرة الصوت. بس ما بحق لي اتدخل بحياة شخص او انا اجي هيك من حالي يصير احكي. اذا هو ما كان طارح سؤال معين بده يعني انا جاوبه على هذا السؤال، مش على عدة امور. في شي صوت سمعته وما كان عندك كثير توقع حوله كتير. او كثير في كتير أصوات بيحكوني بيسألوا شي بقول لهم مش مركز أو بقول لهم إنه ما بعرف. لا أكيد بيمرق كتير أصوات. طيب شو نوعية هالأصوات؟ ليه مثلا الأصوات بالتحديد ما بتقدر توقع لها؟ هيدا الشيء اللي ما قدرت أعرفه. يمكن بلحظتها ما قدرت. إذا بيرجع بيحكيني مرة تانية ممكن أقدر أحكي. نعم. رح ناخذ اخر اتصال قبل من البريك، نرجع كمان سوا. الو الو، بونجور. بونجور يا هلا. بليز فيني احكي مع مايك فغالي؟ مين معنا؟ فيني ما اقول الاسم؟ ايه فيكي اكيد، ما فيكي فيكي تفضلي. اوكي ميرسي. كل ذيك ذوق. بونجور مايك. صباح الخير، كيفك؟ منيح؟ نشكر الله. بدي استشيرك بشغله. انا على طول انت بتنصحني. نعم. انا عايشه حياه تعرف كيف على اعصابي، خايفانه من اقرب الناس لإلي وخاصه ابني، عرفت كيف؟ هاي اول شغله. الو تفضل. بدي احكيك شغله ثانيه وبخصوص بدي احكيك بخصوص ارث رح احصل علي اللي انا بدي اياه شيء، وبخصوص صحتي تعبانه صحيا كثير. سلامة قلبك مدام، خلينا نسمع مايك شو بده يقول. سلامة قلبك. من ناحية الإرث تحصلي على حقك مش على اللي بدك إياه، في فرق كتير كبير هون. حقك بتاخديه كامل متكامل، ما في شيء ناقصه، مش اللي حضرتك بدك إياه. من ناحية خوفك من ابنك أتمنى أنه تشيلي هالفكرة هيدي اللي موجودة عندك، شليها نهائيا، ما في أي خطر منه عليك. انت هلا كيف بقول عم تدفعي ضريبه اللي مرقت اللي كنت مرقه فيه بالسابق. شيلي هاي الفكره نهائيا، وقديش فيك تصلي له
تيرجع، اعتبريه الابن الضال اللي خرج، صلي له تيرجع لطبيعته. في اشخاص عم بيتحكموا فيه، عم بيخلوه ينطق بما ما بيسوى يقوله. وانت بوقت من الاوقات كمان كنت شوي قاسيه، اتمنى كمان تصلي لنفسك. الامور ما فيها اي نوع من الخطر عليك، صحيا صحتك كثير منيحه. شكرا مدام لاتصالك. نحن وياك مايك واصدقائنا المشاهدين بننتقل لاستراحه صغيره، بس ما تروحوا لبعيد لان نحن راجعين بفقره ثانيه مع مايك. رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة مع مايك فخالي. طبعا كل اتصالاتكم نحن جاهزين لنتلقيها على الرقم يلي بعرفه بيمرق قدامكم على الشاشة من لبنان ومن خارج لبنان. استغنوا الفرصة، مايك موجود معنا بيوم جديد ليسمع أصواتكم ويخبركم عن مستقبلكم. مايك، قبل ما نفوت كمان بعالم الاتصالات يلي أكيد رح يكونوا كتار ناطرين ليحكوا معك، بدي أعرف منك شوي هيك، كيف تقرأ العدوان الإسرائيلي على سوريا؟ الضربة يلي سمعناها اكيد الضربة كانت شوي قاسية، ولكن هي مفتاح لبداية زوال اسرائيل. هيدا كان المفتاح، هي الضربة هي كانت المفتاح. الضربة على سوريا كانت المفتاح لزوال اسرائيل؟ ايه. كيف؟ ردة الفعل رح تكون كثير قاسية بطريقة غير مباشرة وغير متوقعة. من قبل مين؟ هي الضربة كانت على الأراضي السورية ولكن ليست لسوريا. كانت مثل كأنهم عم بيوصلوا رسالة لحزب الله. ولكن هاي الرسالة قريها حزب الله منذ زمن. فهلأ هن بدهم يجربوا يفهموا شو اللي بده يصير من خلال الجولان. المعركة الفاصلة تبدأ في الجولان وتمتد إلى لبنان. وتمتد إلى لبنان؟ طبيعي. يعني في معركة ناطرة لبنان؟ يعني هون بطلت بحاجة لتوقع، الكل يترقب العدوان الغاشم أي متى بده يصير، تنعرف كيف نرد الكيل كيلين. نعم. كيف بدنا نوصل على 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 قلب شمال فلسطين. بعدك مصر؟ طبيعي، وقريبة كتير كتير كتير، يعني أكثر من أي وقت مضى. طيب خلينا ناخذ فاطمة، بنرجع منتابع معك. فاطمة بونجور. بونجورين، كيفك يا فاطمة؟ الحمد لله. تفضلي. صباح الخير. صباح النور. يا أهلا، بس علي صوتك شوي. ألو بونجورين. أهلين بونجور، تفضلي. تفضلي كيفك؟ ممكن أسأل السيد مانك؟ أكيد. فاطمة، أختي فاطمة، عن كل شيء. لحظة. عن كل شيء. بونجور. اهلين اهلين، حضرتك معنا على الهواء، بس يا ريت بتخفي صوت التي في حدك لانه عم بيعمل رتور على الهواء، وحضرتك باتصال مباشر مع مايك، تفضلي. فاطمة؟ نعم. تفضلي، مايك معك. الو بونجور. بونجور يا هلا. كيفك سيد مايك؟ نشكر الله، تفضل. في مجال اسالك عن اختي فاطمة عن كل شيء لو سمحت. عن كل شيء؟ ايه. على راسي. اول شيء حضرتك انسانه ما بتعرفي تطالبي بحقوقك، ومش عم تعرفي كيف تتخلصي من المرحله اللي مرقه فيها لك سنتين ونص، كيف بدك تفتحي باب جديد تتقدمي على خطوه على صعيد الاجتماعي والعاطفي والعائلي. قرار كثير صعب المفروض يكون منك بنهايه شهر 5 مطلع شهر 6 لوضع النقاط على الحروف. يعني القرار بس تاخذيه رح يكون قرار صائب، ما بقى تأجلي اخذ القرارات لانه الامور عم بتأثر عليك صحيا وعاطفيا. ماديا الامور على ما هي عليه، لنهاية شهر 9 تتبلش تتحسن الامور بالنسبة لحضرتك. فاطمة بدي اشكر اتصالك، ونحن متابعين بالوقت المتبقي بتلقي اتصالاتكم، ففيكم تتابعونا على الرقم يلي عم تشوفوه عم بيقطع قدامكم على الشاشة. مايك، قد ايه بيرتاحوا الناس لما منطمنهم، وقد ايه يمكن اوقات توقع صغير بيعمل هلع عند المتلقي، وقد ايه اوقات انت لو كنت عارفه بتتحشي؟ في كثير اشياء ما بقدر اقولها على الهواء، يعني بعبر عنها عبر الويب سايت عندي، بكتبها.
بس احترم انه عم فوت على بيوت العالم بدون استئذان. ففي اشياء ما المفروض اني احكيها، وفي اشياء بحس انه لا المفروض العالم يكون عنده علم وخبر فيها. الشيء اللي ما بقدر احكيه عبر الاثير بحكي عبر الويب سايت عندي، اللي بحب بفوت بيقرا، اللي ما بحب هيك بطلت انا عم بفوت على بيوتهم بالقوه تاحكي وسمعهم انا شو عم بحكي. وفي اشياء هني بحاجه انه يسمعوها بحكيهم اياها. يلي ما بيقدر يتصل فيك مباشره على الهواء او ما بتعلق معه او ما بيقدر يتصل فيه تحت الهواء، ايه من الداخل ومن الخارج، بس بيقدر يروح يزورك يتعرف عليك تحكي طبيعي. مباشره وجها لوجه 100%. شو بتفرق الشوفه والحديث عن سمع الصوت بس؟ ولا شيء. ولا شيء؟ ولا شيء. كيف يعني؟ مشان هيك قليل جدا تحت اخذ مواد، كثير قليل تاخذ مواعيد. هلا اذا شخص بده يسال عن اشخاص اكيد من خلال صوته ما بقدر يبين معي مثلا شو الامور اللي ممكن تحدث مع اكس من العالم اللي متله له بصله. نعم. هون صار المفروض تشوف صوره او الشخص. بس طالما هو الانسان عم بيسال عن نفسه لا ما انه بحاجه انه يجي. نعم. عندنا حياه مايك ناطره معنا على الخط. حياه. الو. بونجور. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا بحياه. كيف معك مسيو مارك؟ اكيد تفضلي. مسيو مارك الله يكون معك، كيف صحتك؟ صباح خير يا اهلا. بدي اسالك بالنسبه لصحتي وبالنسبه اللي داين معنا حدا اذا رح يرجع ولا لا. نعم. وبتشكرك وميرسي بسمعك على التلفزيون. يا اهلا. اول شيء صحتك ما فيها خطر، ولكن اتمنى عليك تكوني عم بتتبعي ارشادات الطبيب بالمقويات العظم اللي مفروض تكوني عم تاخديها بالوقت الحالي. بالنسبه للدين نعم ترجعي تستلميه، ولكن بعد بده وقت، وحضرتك ما عم بتطالبي بالطريقه الصح. اتمنى عليك يكون في عندك جرأة قويه انك تطالبي مباشر بحقك، مش تنتظري تهني يرجع يردوا لك. ما في حدا برد دين عليه من تلقاء نفسه الا اذا اجى مين يطالبوا فيه، بتتم الامور على خير وسلامه. اخر اتصال معنا مايك. الو. ولا بعد معنا وقت؟ معنا وقت، معنا وقت كثير. يلا اتصال. انا انعدت بطلت اسمع يا مايك، مش وحدك مش عم تسمع، انا كمان. الو. الو الو صباح الخير. صباح النور. استاذ مايك انا فيني اعرف عن الحياه العاطفيه واذا عندي زواج هالسنه وعن الحياه المستقبليه؟ عندك زواج ولكن ما بقدر احدد لك الوقت، بس عندك زواج وحياتك العاطفيه منيحه بس فيها مد وجذر. يعني مرات تكون رائعه وفيها شعله حب، مرات بتكون منطفيه وفيها مناكفات، ولكن الزواج موجود. بس ما عطتني مجال اسالها مين معي نتعرف عليها. دغري بونجور مايك. الاسم بياثر شيء بقصه التوقعات؟ يعني مثلا لما لا لا, لا. لا, لا الاسم في ناس عندها اختصاص بالاسماء. انا هذا الشيء ما عندي بالنسبه لي انا، انه ما في انسان هو اختار اسمه. نحن بنخلق يفرض علينا ديننا واسمنا. اتصال. الو. الو بونجور. بونجور يا هلا، مين معنا؟ نورا. نورا كيفك؟ نعم. يا نورا. نورا مورا. ايوه. اها اسم جديد علي. من وين عم تحكينا؟ هذا اسم شمالي، انا عم بحكيكي من جوني. اهلا وسهلا بشمال وبجوني، تفضلي مايك معك. بونجور. صباح الخير. بليز بدي اسال عن العمل وعن حياتي، اذا رح تتغير ولا بضل هيك. إذا رح تتغير ولا رح تضل هيك حياتها؟ أول شيء أنت من يصنع الأمور كي تتغير. بمجرد ما تبلش تفكر بطريقة إيجابية الأمور كلها تتغير. هلا أهم شيء أنه نعم أمورك العملية تتحسن بشكل كبير جدا، المفروض بشهر 8 يبدأ التحسن، يعني أمورك بتكون كتير منيحة. بالنسبة للحياة أنت بدك تاخذي قرار بالتغيير والابتعاد عن بعض الأشخاص اللي يمكن من حبهم لإليك عم بيعطوك طاقة سلبية. مشكلتك الوحيدة إنه كل شيء بدك تقدمي عليه عم بيكون فيه 10 أو 20 شخص معه خبر فيه قبل ما تقدمي عليه. مجرد ما حكيتيه عم بروح هذا الشيء. أتمنى لك تضلك متكتمة على الأمور اللي بدك تقدمي عليها بالوقت الحالي لمرحلة لقدام بسيطة، ما تحكي قدام حدا تتم على خير فيك تخبري العالم. شكرا لاتصالك يا مورا. شو بيغير على الواحد لما بيسمع توقع
يعني أنا أعتبر مهمومة مشان حياتي المستقبلية، وحكيت مايك وحكيني عن هالتوقع، شو ممكن يغير هالتوقع بحياتي؟ ما بغير، ولكن بصير خليك تفكري صح. بتعرفي حالك إنه أنت هذا الشيء رح يصير معك، طيب ليش من هلأ ما ببلش بعمر تيصير؟ هي مثل تقولي دفشة إيجابية بتجي للإنسان إنه خلص مادام هيك رح يصير لازم أنا أقدم على هالشر. نعم. أنا كمان اتصال جديد. حسين، هلو، بونجور. بونجور حسين. بونجور. من وين عم تحكينا؟ من بيروت. أهلا وسهلا فيك، تفضل مايك معك. بس بدي أسأل مايك عن شغلي وعن هيك، يعني شغلي هيك ما عم حس منيح وكذا. صباح الخير. صباح الخير أستاذ مايك. سيدي الكريم، شغلك كأنه في حدا عم بحرتق فيك بشكل مستمر. الأمور هيدي فيها تغيير كبير بدك تقدم عليه. التغيير يبدأ معك بشهر 6، بس بين شهر 8 وشهر 9 رح يكون في عندك سفر. السفر بكون حليف لك من الناحية المادية ومن الناحية الاجتماعية، وبترتاح من الضغوطات اللي هلأ مرق فيها. شكراً حسين لاتصالك، وأهلا وسهلا فيك. ومتابعين بتلاقي كل اتصالاتكم على الأرقام يلي عم بتشوفوها قدامكم. أي شخص بحب أنه مايك يتوقع له ويحكي أكثر عن مستقبله وعن الأمور يلي عم تشكله يمكن هاجس معين، في تواصل معنا مباشرة على الهواء. كنا عم نحكي أنه هيك، أنه شو ممكن هالتوقع يغير بحياة الإنسان غير أنه يمكن يريحه إذا سمع شيء حلو بده يصير معه بالمستقبل. بصير في عنده طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية بتخليه يكمل، بصير كل يوم تكبر معه مثل الخلايا، بصير تكبر الطاقة الإيجابية معه، بصير في عنده حافز انه يقدم على الخطوه قبل وقتها، يكون في عنده نجاح مبكر. قد ايه نحن قادرين نعطي بعضنا، هلا بعيدا شوي عن التوقع، نحن نعطي بعضنا كناس زبزبات ايجابيه او بالعكس زبزبات سلبيه؟ كثير. حتى عندك المقدره تشفي شخص من الاوجاع بالطاقه اللي بتعطيها. الولد بس يكون صغير يقلب على ايده، بتجي امه بتبس له ايده، خلص صحت. أو لك صحت، ولا هو بيقول صحت؟ ما خلص إنه طمم باله، أخذ شيء من أمه، صحت، بطل في وجع بإيده، برجع بكمل لعب. هون الأم عطت أكبر طاقة بالحياة، عطته إياها للولد بشكل مزبوط، شلت له الوجع. نعم. ببوستها. فإذا بنتعلم بهيدا الشيء إنه كيف نقدر نريح غيرنا من خلال الطاقة، العالم بتعيش بسعادة. نعم. عندنا مايك آخر اتصال معنا. نعم. جيناجي. الو الو، بونجور نالي. بونجور، كيفك نالي؟ فاتوا الخطوط ببعضهم. يعطيكم العافيه، اهلا وسهلا فيكي. من وين عم تحكينا نالي؟ من الشمال. تفضلي. بدي احكي مع مسيو مايك. اكيد. يعطيك العافيه. صوت كثير بعيد. صباح الخير. بونجور، يعطيك العافيه. يا هلا، بس اعملي معرف اذا بتعلي لي صوتك شوي. اوكي. بدي اسالك عني عن صحتي، وبدي اسالك انا عندي محل اذا رح افتحه بالمستقبل، ومقدمة دومان طلب أنا من شان شغل تعلم إذا رح يزبط بأيلول، وعدوني إنه بأيلول. وحضرتك قلت لي إنه أنا في ورثة من الماما بدي أحصل عليها، بدي أعرف أي متى. نعم. بس هيك، وميرسي كثير. صحيا ما في عليك أي نوع من الخطر. ممكن تكوني عم بتعاني من موضوع الرفلو، الحرقة. هذا الشيء منه مرض، يعني ما عندك أي مرض خطير وما في خطر عليك. بالنسبة للمحل، نعم تفتحي فيه مشروع صغير لإلك، ولكن بتسلميه لحدا. من ناحية التعليم أمورك بتتم على خير وسلامة، المفروض قبل أيلول تاخذي الجواب الإيجابي. من ناحية الإرث الوالدة، هون ما بقدر أعطيك تاريخ، هذا الموضوع يعود للقضاء هني كيف تقدروا تزبطوا المواضيع، ولكن بترجعوا بتستلموا الإرث تبعكم. بس والله اسم الله عليك، انا ناطره عم شوف اذا عم بتلحق على كل بوان حكيتها، شي خمسه حققت عليهم كلهم وكل، لانه قاعد هون عم بصغيل وعم بسمع هن شو بدهم، المفروض يجاوبون على اللي بدهم. مايك فغالي، انا بدي اشكر حضورك معنا، بدي اشكر هالوقت يلي بتعطينا اياه بخلال يوم جديد. اهلا وسهلا فيك، وشكرا للقائك. شكرا لكم. اهلا وسهلا اصدقائنا المشاهدين، نحن بريك صغير نرجع.